تجربتكم. انا لؤي نخدم سائق، يعني شوفور في قناه تلفزه تي في، والمهمه نتاعي باش نجيب ونوصل كل الضيوف المشاركين في مختلف برامج القناه. اما اللي حاجيت الكاميرا الخفيه، حبينا نعملوا شيء مفاجئات لضيوفنا في الثنيه. واليوم مثلا لا ديفا ايمان شريف، فنانه ايمان شريف. عاد قلت لك نخدم. ما قلتيش اسمك. اسمي لؤي. لؤي. مش اسمك، مش مويتي اسمك. مش مويتيك ياسر معنا لؤي. لؤي تي تاطونت في الصغير. انا مش واحد بن جامة كبيرة، ما راني بيبي فيس. ربي يخلي لك. يا ريت الناس كل ما صدقونيش اللي انا طالع معايا مدام يمير. شكون هم الناس؟ ما المرأة، العيلة، كل الأصحاب، فما حد سلم عليهم. تعرف وقت قلت لهم أنا دار نسيبي ودارنا ملحومة. عندك صغار؟ لا مزنا مزنا مزنا. مزنا مخطوبين، عندنا 5 سنين مخطوبين. مش معرسة؟ لا لا، عندنا 5 سنين مخطوبين لتوا ما كتبت لك. وعليه؟ كل عام كل ما لم تفتوف هاك تشوف في الدنيا فهمت ولي. وي واش سافا أو كوا؟ Tu m'as dit que tu allais m'appeler samedi. J'attendais ton appel. Ça va, tout va bien? Oui, oui, ça va. Ah, tu sors, Yanni? Très bien. Normalement, on va faire 21h à quelque. اسمع بحذايا ضحكني معك. هو يدور في وجهه ضحك، فكرني في الارموتي تاع مصر. نو نو. ايوه كده يا وديه. ماشيين للتلفزه نصور مع تلفزه تي في، وكنت باش نطلع انا ومحمود بالكهرباء. يا اخي قالوا لي ليه وعندك شوفير؟ الكل يقتل بالضحك. اسمه وديع. لؤي يا ربي وديع. اسمه لؤي وهو نتاع منصف نتاع مر. فاسيلكم بونجور. فاسيلكم بونجور. اسمعني نحكي بالفرونسي معاك ضحكني. تشاو تشاو. انت ديما هكا ولا كنت معايا؟ بفضل. حاجة ما عند ربي سبحانه الحكاية دي الكل. محمود ليه ليه؟ كي محمود؟ محمود اللي يخدم معايا لازم نقول له أنا وينه يخلط علينا بالكهرباء. أوكي. كان يقد روحه يخلط سي محمود. نهارين ما رقدتش على خاطرك مدام إيمان. محمود أنا عايشة حالة مش نورمال. أمان مدام إيمان من غير محمود تو. أنت وينك تو؟ سيبنا من محمود مدام إيمان. انا ضارب مدام ايمان؟ ايه ما مش ضارب، ضربت الكهرباء. انا مضارب مدام ايمان؟ ضربت الكهرباء، ضربت الكهرباء في الماء. عجبكش انت؟ الو وي سي امين. دي افيك موا. حل حل كام حل. فواغ فواغ كي افيك موا فواغ. خليك معايا مدام ايمان. مدام ايمان هاي المرأة. مون في اونساي. عسيما. في صلي. Salut Tassia. Ah, ça va bien, je suis très. 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 Je كلي وقف الكهرباء في الكياس وهبط ولبسك البلوزه وبدا الارموتي بيت. معلش احنا بنتكلم. بصوا مش نورمال اللي عندي بزاف والله. ليه كي محمود؟ شو؟ وي امين نخدم امين. انا بتاع البرود عاد جهولي يا ماما. لا لا حبايبه سمعت اللي امين يشتري معايا يحل حل كام حل. بالله صاحبي امين هذا يروح في الروح. مدام يمين بالله سلم عليه. سلم عليه. عسيمة اخويا عايش. اي اي سايبنا على التوليه ياي. تعطلني شو العباد كيفاش يداي؟ امان شوية عايش خويا اغسل العباد كيفاش. هي بعد من غادي. امان نزل مع الوقت يا موات. يا صوروا صوروا. طايح شوية سامحنا وطن. سيبنا عليك كيف تعمل العبيد يا ودي بشوية شبيك يا أخي نورمان ما تخش علي ما تخش علي سلي عني بي سلي عني بي يا رب ايه انت عامل مسيئة معي مدام شريف وكلها يعني تقول لي مسيئة ما نقدر
سيركم. تعرف العبيد ترافية معاك تو ما يعرفوش لي انت شوفير نتاع واحد راه يقول لك شو شكون معاه وشو العبيد يسبوا فينا وكل. ها راسي ها على خاطر شفتي من شريف هذيك هذيك امي انتي مدام مدام ايمان هذيك راهي العز اصلا. شنو هي البسكوت اللي جبته ما عجبكمش؟ اما انا عايش خويا راهو عندي برشا هيا سايبيني جيني برشا تلفوني ما عادش وقت اه عيب شنو هو؟ ما عادش اسمع يظهر لي انا وين وين انت وين؟ يظهر لي غلطه فيك طلعت مع حد مش هو حل حل كام حل حل كام حل تعمل لك مع شكون حل شو شوفي يا عيب شو بيبي بيبي على عيب انا باش نفكر بالتليفون تنعلمك ايمن ومنصف انه جاي سوق سوق عايش ايمن وهلت ما بعض سوق 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 طب شو نكلم البرود سوق سوق بحلقه عليها شو شوريتني انا شفتني قد جونتي وكل ربي فضلك عايش ريتني نهبل ننسى روحي انا شكون وبعد اطلب في البرود ما يهزوش علاش ما يهزوش عليا ما تهنين عليك ما يا ران راك في الحفظ ولا مين مدام يمين هني يعرفوني ما تنجمش تسكت وتسوق شو ما تخرجش تاكسي ما فماش تليفون من بكري تطلب امان شو تاكسي عايش ما تهبلنيش شو تاكسي ما تطلع كنسيم يا مدام يمين والله ما تطلع كنسيم ما ننسى عليه والله تشوم لي النهار بتاعي يا مدام يمين جا ربعتيني نزل عليها يا مدام يمين ماكش بياخذوا التليفون وبرا امان ما تطلع بلياتيني نزل عليها يا امان خليني نجاوبها وقص ما عادش تتكلم وما عادش نزل على حد بيه وتسوق ونمشي القناة ديالك تهن ها سيم شنو واش بين معاش نزالي تعطيني كلمها هيت هيت لحظة ما قلت لك نخدم على تكلم هيت كمل استنى هيت تكلم سوق ما دام يمين ما تحبش سيم يا اسمعني عايشة راهي هي تو انت تحب خدت نص التزامية تقص علينا مع بعضكم وباش تعرسوا هاني عليا وخايتي في عود تهدي انت قاعدة تشخشب فيه في الخدمة هو ينبكري هو داخل في الكراهب ويسوق وكل شيء عايشة اختي يهديك ما يجيش هذا يا راه ما عادش تطلبوا تليفون ما عنديش فيه ثقه بيك مدنيين لا لا في عندي عندك الرجاء تهنى عليه طب خذوا تعبي ذهننا من هنا امور واضحه امور هاني تهني عليه اختي الغاليه تسمع فيا عادش نعلق التليفون وانت ما عادش تطلبوا ما عادش هي مدام يمين ما عادش تحب نكلم حتى حد ما كملتش الجمله ما تقرب لي ما تقرب لي انا توترت ما كملتش الجمله هذا مش اخت انا عاود الطلب مدام يمين طب شو مالي مسيو انا مش توتر لي اعصابي باش نهرب من الكهرباء